أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في مناقشة الروايات التي استدل بها على بطلان بيع الفضول من أساسه بنحو لا تنفعه الإجازة اللاحقة. أما الرواية الأولى وهي النبوي المستفيض المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وآله: لا تبع ما ليس عندك، حينما سأله حكيم بن حزام فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لا تبع ما ليس عندك. وهذه الرواية نجيب عنها بجوابين بعد أن قدمنا مقدمة تشتمل على أمرين. الجواب الأول، نتساءل ما هو البيع المنهي عنه من قبل النبي صلى الله عليه وآله حينما قال لا تبع ما ليس عندك. الجواب، هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من البيع المنهي عنه هو مجرد إجراء صيغة البيع كإيجاب وقبول، فالبيع الإنشائي أي إنشاء البيع المركب من الإيجاب والقبول منهي عنه. وهذا معناه أن إيجاب الفضول لغو لا أثر له، فيكون الفضولي حاله حال المجنون والصبي، كما أن المجنون والصبي مسلوبا العبارة، وعبارتهما وجودها كالعدم، هكذا الفضولي عبارته وجودها كالعدم. وبناء على هذا الاحتمال يتم الاستدلال، فبيع الفضولي باطل من أساسه، لأن عبارة الفضولي مسلوبة ووجودها كالعدم. ولما كانت عبارته مسلوبة ووجودها كالعدم فلا معنى لتصحيح بيعه بالإجازة اللاحقة، إذ لا يوجد عقد حتى نصححه بالإجازة اللاحقة. الاحتمال الثاني، أن يكون المراد من قوله صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك هو النهي عن بيع مال الغير بطريقة بيع الإنسان مال نفسه. فيقول صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام: يا حكيم، لا تبع أموال الآخرين كبيعك لأموالك، فلا تبعها بيعا منجزا وكأنك تبيع مالا من أموالك، فإن هكذا بيع لو صدر منك وبعت مال غيرك منجزا كأنك تبيع مالك فهذا البيع باطل ولا يقع لك. وهذا لا ينافي وقوع البيع للمالك الأصلي مع إجازته. فبناء على الاحتمال الثاني، غاية ما تدل عليه الرواية هو بطلان البيع بالنسبة للعاقد وهو الفضولي. يا أيها الفضولي الذي تبيع ما ليس لك وأموال الآخرين، بيعك لنفسك باطل وهذا البيع لا يقع لك.
لكن هذا لا يتنافى مع وقوع البيع للمالك الأصلي إذا أجاز المعاملة. وما ندعيه في الفضول هو هذا، ندعي أن البيع لا يقع للفضول وإنما يقع للمالك الأصلي مع إجازته. فبناء على هذا الاحتمال الثاني الذي ذكره العلامة رحمه الله وغيره، تكون الرواية غير دالة على بطلان عقد الفضول من أساسه، وإنما غاية ما تدل عليه هو عدم وقوع العقد للعاقد الفضولي. أما هل يقع للمالك أو لا يقع للمالك فهذا أمر مسكوت عنه، يمكن أن يقع مع إجازته إذ لا تنافي بين الأمرين. وبناء على هذا الاحتمال الثاني تكون الرواية غير صالحة للاستدلال بها على بطلان عقد الفضول بالنسبة إلى المالك الأصلي إذا أجاز، لأن غاية ما تدل عليه الرواية عدم وقوع البيع للبائع لا عدم وقوعه للمالك، فهذا أمر مسكوت عنه يمكن إثباته بالأدلة الأخرى. وقرينة السؤال في الرواية تؤيد هذا الاحتمال الثاني. نحن لدينا احتمالان، على الاحتمال الأول الرواية تدل على بطلان بيع الفضول من أساسه، وعلى الاحتمال الثاني لا تدل على بطلانه من أساسه. وبقرينة السؤال الوارد في الرواية نرجح الاحتمال الثاني، لأن حكيم بن حزام كان يسأل عن أي شيء؟ كان يسأل عن بيع مال الغير، يعني هي السلعة ليست مملوكة لحكيم لكنه يبيعها للمشتري ثم يذهب ويشتريها من صاحبها، فحكيم يبيع مال غيره عن نفسه فضولا. فالإمام سلام الله عليه يقول بيعك لمال الغير عن نفسك كأنك تبيع مال نفسك منجزا، هذا البيع لا يقع لك. أما هل يقع لصاحب السلعة الأصلي أو لا يقع؟ الرواية ساكتة عن ذلك، وصحة وقوعه للمالك الأصلي لا يتنافى مع عدم وقوع العقد للعاقد الفضولي، لا تنافي بين المطلبين، نؤمن بهما معا، نؤمن بأن هذا العقد باطل ولا يقع للعاقد الفضولي، ونؤمن أيضا بأن هذا العقد صحيح بالنسبة لمن؟ للمالك الأصلي مع إجازته، لا تنافي بين هذين الأمرين. فالرواية لا تدل على بطلان بيع الفضولي من أساسه. وهذا المعنى الذي ذكرناه في الاحتمال الثاني، وهو بطلان البيع بالنسبة للعاقد الفضولي، وهذا لا ينافي وقوعه للمالك إذا أجاز، هذا المعنى هو الذي يظهر من روايتين أخريين. الرواية الأولى رواية خالد ابن الحجاج، والرواية الثانية رواية يحيى ابن الحجاج. فلنقرأ هاتين الروايتين. الرواية الأولى وردت في التهذيب للشيخ الطوسي رحمه الله في الجزء السابع صفحة 58 الحديث 250. قال أحمد ابن محمد بن عيسى عن يحيى ابن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي اشتري هذا الثوب، اشتري فعل أمر، اشتري هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، يعني بيعها لي بعد ذلك
أربحك فيها كذا وكذا. قال عليه السلام: لا بأس بذلك، اشترها ولا توجبه ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. فهنا الإمام سلام الله عليه يقول له: لا تبع الدابة أو الثوب إلى هذا المشتري الذي قال لك اشتريها لي، لا تبع الدابة أو الثوب إلى هذا المشتري قبل أن تشتري الدابة أو الثوب من مالكها وصاحبها الأصلي. فلا يجوز أن تبيع الثوب قبل أن تمتلكه من صاحبه. فالإمام هنا ينهى عن أي شيء؟ ينهى عن بيع الثوب الذي هو مال الغير، فيقول له: لا تبع هذا الثوب الذي هو مال الغير كبيعك لمالك بيعا منجزا، بل يجب عليك أن تشتري الثوب ثم بعد ذلك تبيعه لنفسك بيعا منجزا. فالمنهي عنه هو بيع مال الغير كأنك تبيع مال نفسك. فإذا فعل الإنسان ذلك، يعني باع ثوب الغير قبل أن يمتلكه، فهذا البيع لا يقع عن هذا البائع الفضولي، لكن هل يقع عن المالك مع إجازته أو لا يقع؟ الرواية ساكتة عن ذلك، يمكن إثبات صحته بالأدلة الأخرى ولا تنافي بين الأمرين. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ذكرها صاحب الوسائل رحمه الله في الجزء الثامن صفحة 50، قال: قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيء أو يجيئني فيقول: اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ إن شاء ترك وإن شاء أخذ، يعني المعاملة لم تجري بتمامها بنحو أن تكون عقدا لازما، لا، هو إن شاء فعل وإن شاء ترك، يعني المعاملة بعد ما أجريت ولم يوجبه البيع. أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى. قال: لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. طبعا هذه الرواية وردت في الكافي، لكن مو عن خالد ابن الحجاج، وإنما عن خالد ابن نجيح، يعني اختلاف في اسم الأب. المهم، هذه الرواية أيضا نفس الدلالة، نقول: النهي هنا نهي عن بيع مال الغير بيعا منجزا كأنه يبيع مال نفسه، فإن هكذا بيع باطل بالنسبة إلى العاقد، لكنه لا دلالة على بطلانه بالنسبة إلى المالك مع إجازة المالك. قال: وهذا المعنى، أي معنى؟ الذي ذكرناه في الاحتمال الثاني حينما ناقشنا الرواية الأولى، والذي ذكره العلامة رحمه الله في التذكرة، هذا المعنى في الاحتمال الثاني يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى الآتيتين في بيع الفضول لنفسه. هاتان الروايتان تقدمتا في بحث المعاطات، وستأتيان إن شاء الله تعالى تفصيلا في المسألة الثالثة من مسائل الفضول، وهي بيع الفضول لنفسه، في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فأجاز،
سنشير إلى هاتين الروايتين. زين، فهذا المعنى الذي ذكرناه في الاحتمال الثاني هو المراد من هاتين الروايتين. فماذا يكون المعنى المراد في الروايتين؟ يقول: ويكون بطلان البيع في هاتين الروايتين بمعنى عدم وقوع البيع للبائع، عدم وقوع البيع للبائع الفضولي. أما هل يقع للمالك مع إجازته أو لا يقع؟ لا دلالة في هذه الروايات على بطلانه وعدم وقوعه للمالك. ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع وهو الفضولي بمجرد، لأن هذا الفضولي باع شيئا ثم ذهب واشتراه من صاحبه، نقول هذا البيع لا يقع للفضولي بمجرد أنه ذهب واشتراه من صاحبه بعد أن باعه. مجرد شرائه من صاحبه بعد ذلك لا يصحح البيع ولا يوقع البيع للبائع الفضولي، بمعنى عدم وقوع البيع للبائع وهو الفضولي بمجرد انتقاله إليه، يعني انتقال المبيع إلى الفضولي بالشراء، يا شراء بعد أن باعه، يعني بعد أن باع الفضولي الثوب ذهب واشتراه من صاحبه. مجرد الشراء من صاحبه لا يصحح ولا يعني وقوع البيع للفضولي. ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد انتقاله إليه بالشراء. إذن البطلان ماذا يعني؟ عدم وقوع البيع للبائع، فلا ينافي، فاعل ينافي، عدم وقوع البيع للبائع الفضولي هذا لا ينافي أهليته، يعني صلاحيته، يعني صلاحية البيع، فلا ينافي أهليته لتعقب الإجازة من المالك، هذا لا ينافي وقوعه صحيحا إذا أجازه المالك. فالمنفي هو وقوعه للفضولي، وما ندعيه هو وقوعه للمالك مع إجازته، فلا تنافي بين الأمرين. وبعبارة أخرى، نهي المخاطب، المخاطب هو حكيم ابن حزام، من إضافة الفعل إلى المفعول به، نهي النبي صلى الله عليه وآله للمخاطب وهو حكيم ابن حزام بقوله لا تبع ما ليس عندك، نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه، يعني وقوع البيع، مؤثرا في حقه، يعني في حق المخاطب وهو حكيم ابن حزام. فلا يدل النهي المذكور لا تبع ما ليس عندك على إلغائه، إلغاء من؟ أي إلغاء البيع من أساسه بالنسبة إلى المالك، هو يدل على إلغائه بالنسبة إلى العاقد لكن لا يدل على إلغائه بالنسبة إلى المالك. فلا يدل على إلغائه بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه، يعني وقوع البيع له، يعني للمالك، لا البيع يقع للمالك. زين، وهذا المعنى، يا معنى الذي ذكرناه في الاحتمال الثاني وهو أن المراد من البطلان عدم وقوعه للعاقد الفضولي، وهذا لا ينافي وقوعه للمالك مع الإجازة، هذا المعنى أظهر من الأول الذي ذكر في الاحتمال الأول، وهو أن عقد الفضولي وإنشاءه لغو من أساسه، ف
فلا تنفعه الإجازة اللاحقة لأنه مسلوب العبارة كالصبي والمجنون. لا، الاحتمال الأظهر في الرواية هو الاحتمال الثاني وليس الاحتمال الأول. إذا اخترنا الاحتمال الأول فالرواية تدل على بطلان بيع الفضولي، لكن الظاهر أو الأظهر من الرواية هو الاحتمال الثاني، فلا تدل على بطلان بيع الفضولي من أساسه، وإنما تدل على عدم وقوعه للبائع، وهذا لا ينافي وقوعه للمالك. لماذا الاحتمال الثاني أظهر؟ وذلك لأن المتبادر من هذه التعبيرات من قوله لا تبع ما ليس عندك هو هذا المعنى، أنه لا تبع أموال الغير كأنك تبيع أموالك، هذا هو المعنى المتبادر وليس المعنى الأول، وهو إلغاء عبارته وهو مسلوب العبارة كالصبي والمجنون. لا، الاحتمال الثاني والمعنى الثاني هو الذي يتبادر من هذه التعبيرات، بالإضافة إلى أن قرينة السؤال تؤيد ذلك، لأن حكيم بن حزام سأل عن ماذا؟ سأل عن بيعه لمال الغير عن نفسه ثم يذهب ويشتري، فهو السؤال عن بيع أموال الآخرين بيعا منجزا، والجواب يكون على طبق السؤال، فجواب النبي صلى الله عليه وآله ونهيه ناظر إلى البيع الذي سأل عنه حكيم ابن حزام، وهو بيع مال الغير كأنه يبيع مال نفسه، وهذا يدل على عدم وقوعه للبائع، لكن يمكن أن يقع للمالك مع إجازته. هذا هو الرد الأول على الرواية الأولى، ومنه تبين الرد على رواية خالد ابن الحجاج ويحيى ابن الحجاج. الرد الثاني على الرواية الأولى، نقول لو تنازلنا وسلمنا بأن الأظهر من الرواية هو الاحتمال الأول، فقوله صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك يدل على أن إنشاء الفضولي باطل ولغو ووجوده كالعدم. لو سلمنا بذلك فهذه الدلالة في الحقيقة دلالة عمومية أو إطلاقية، يعني كأن الإمام سلام الله عليه قال كل عقد صدر من الفضولي فهو باطل ولغو سواء أجازه المالك الأصلي أو لم يجزه، فيدل على البطلان مطلقا. وإذا كان الأمر كذلك فالدلالة هنا دلالة عمومية أو إطلاقية، ولكن وجدنا دليلا يدل على صحة بيع الفضول مع إجازة المالك، يعني في هذه الصورة الخاصة المقيدة بإجازة المالك، وهي الأدلة المتقدمة التي ذكرناها، فإن الأدلة المتقدمة تدل على صحة بيع الفضولي في حالة صدور الإجازة من قبل المالك، فلدينا دليل مطلق يدل على البطلان سواء أجاز المالك أو لم يجز المالك، ولدينا دليل على الصحة يقول هذا البيع صحيح إذا أجاز المالك، وإذا تعارض المطلق مع المقيد فقواعد الجمع العرفي تقتضي حمل المطلق على المقيد، ونتيجة الجمع بين المطلق والمقيد هي
القول بصحة البيع في حالة إجازة المالك، أما في حالة عدم إجازة المالك فالبيع باطل. وهذا هو المطلوب، نحن لا نريد أن ندعي صحة بيع الفضولي مطلقا، أجاز المالك أو لم يجز المالك، وإنما نريد إثبات صحة بيعه إذا أجاز المالك، وهذا هو الذي يمكن إثباته عن طريق الجمع بين المطلق والمقيد. فهذه الرواية الأولى لا تضرنا. قال: وثانيا سلمنا، يعني لو سلمنا دلالة النبوي المستفيض على المنع، أي لو سلمنا دلالته على فساد وبطلان بيع الفضول مطلقا، لكنها هذه الدلالة على الفساد والمنع لكنها ثابتة بالعموم أو الإطلاق، يعني بيع الفضول باطل مطلقا سواء أجاز المالك أو لم يجز المالك، فيجب تخصيصه إذا كان عاما أو تقييده إذا كان مطلقا. بمن نقيد أو نخصصه؟ بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد، يعني بيع الفضولي الذي لا يملك المبيع، ما دل على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد بيعه لمالكه، عفوا لمالكه، يعني تصحيح البيع للمالك، مالك ذلك الشيء الأصلي، المالك الأصلي، يقع البيع صحيحا للمالك الأصلي إذا أجاز، فهذا مقيد بها حالة إذا أجاز، بينما دليل البطلان مطلق سواء أجاز أو لم يجز، فنجمع بين المطلق والمقيد ونحمل المطلق على المقيد، فتكون النتيجة البيع صحيح إذا أجاز المالك والبيع باطل إذا لم يجز المالك، وهذا هو المطلوب. هذه الرواية الأولى، إذا رددنا الاستدلال بالرواية الأولى بردين. أما الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وآله: لا بيع إلا فيما يملك، وقد بينا كيفية الاستدلال في الدرس السابق، والجواب عن الاستدلال بهذه الرواية نفس الجواب عن الاستدلال بالرواية الأولى، أيضا نجيب بجوابين أو بردين. الرد الأول هو أن البيع المنهي عنه في هذه الرواية هو البيع لأموال الآخرين بنحو كأنك تبيع أموالك، فهذا البيع لا يقع للعاقد الفضولي، لكنه لا ينافي وقوعه للمالك مع الإجازة، هذا أولا. ثانيا هذه الرواية تدل على البطلان مطلقا سواء أجاز المالك أو لم يجز المالك، ولكن لدينا أدلة تدل على الصحة إذا أجاز المالك، فنحمل المطلق على المقيد فنقول البيع صحيح بالنسبة للمالك إذا أجاز، والبيع باطل في حالة عدم الإجازة. قال: وبما ذكرناه من الجوابين عن الرواية الأولى يظهر الجواب عن دلالة قوله صلى الله عليه وآله: لا بيع إلا فيما يملك، أو لا بيع إلا في ملك، نص الرواية لا بيع إلا فيما يملك. ف
فإن الظاهر منه، هذا الجواب الأول، فإن الظاهر منه كون المنفي لا بيع هو البيع لنفسه، يعني عن نفسه، يعني يبيع مال الغير عن نفسه كأنه يبيع أمواله، أي البيع للعاقد، فهذا لا يقع للعاقد، وهذا لا ينافي أنه يقع للمال. نعم، هناك عبارة أو كلمة في هذه الرواية قد تضرنا، وهي كلمة لا، لا بيع، حيث قلنا في الدرس السابق إن هذه الصياغة فيها تفسيران. التفسير الأول أن يكون المراد من اللا هنا هي اللا النافية للجنس، فبيع ما لا يملك هو ليس بيعا وخارج عن البيع موضوعا وليس من مصاديق البيع، لأن الإمام يقول لا بيع، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا بيع، وهذا نفي للجنس، وهذا يعني انتفاء الموضوع. وبناء على هذا التفسير فبيع الفضولي باطل بلحاظه وبلحاظ المالك. لماذا؟ لأن هذا الذي صدر من الفضولي ليس بيعا، وإذا لم يكن بيعا فلا يمكن تصحيحه بالإجازة، فلا يقع لا للعاقد ولا للمال أصلا، لأنه ليس بيعا، سالب بانتفاء الموضوع. ولكن قلنا يوجد تفسير آخر للعبارة، وهو أن المنفي هنا ليس هو الجنس، وإنما المنفي هنا هو الصحة، يعني لا بيع صحيح إلا فيما يملك، فإذا باع ما لا يملك فهذا لا يعني أنه ليس بيعا، لا هو بيع، غاية الأمر هو ليس صحيحا. فالمنفي ليس هو البيعية، وإنما المنفي هو الصحة، فهذا بيع. زين، وإذا كان كذلك نقول هذا بيع لكنه لا يقع للعاقد وإنما يقع للمالك، هو بيع ليس صحيحا بلحاظ العاقد لكنه صحيح بلحاظ المالك إذا أجاز، وهذا هو الصحيح، التفسير الثاني هو الصحيح، وليس المراد نفي الجنس. لماذا؟ لأن علماءنا أجمعوا على أن بيع الفضولي بيع ومن مصاديق البيع، فلو كان المراد نفي الجنس لكان بيع الفضولي ليس بيعا، بينما علماؤنا أجمعوا على أن بيع الفضولي هو بيع حتى لو كان باطلا للفضولي، لكنه بيع أو ليس بيعا؟ بيع، وهذا يؤيد التفسير الثاني. ولهذا يقول: وبما ذكرنا من الجوابين يظهر الجواب عن دلالة قوله لا بيع إلا فيما يملك، فإن الظاهر منه كون المنفي هو البيع لنفسه أي للعاقد أو عن نفسه أدق، وأن النفي في قوله لا بيع راجع إلى نفي الصحة وليس راجعا إلى نفي الجنس، راجع إلى نفي الصحة أي إرشاد إلى عدم ترتب الأثر في حقه، في حق من؟ في حق العاقد الفضولي، لا نفي الصحة في حق المالك، الصحة المنفية بلحاظ العاقد الفضولي وليس بلحاظ المالك إذا أجاز المعاملة، لا البيع يقع صحيحا. هذا الرد الأول.
الرد الثاني مع أن العموم، يا عموم العموم والأطلاق، لو سلم، يعني لو سلمنا دلالة هذه الرواية على بطلان بيع الفضولي مطلقا سواء أجاز المالك أو لم يجز المالك، فهذا عموم وإطلاق فنحمله على المقيد، وجب تخصيصه أو تقييده بما دل على وقوع البيع للمالك إذا أجاز. إذن البيع يقع للمالك إذا أجاز، فإذا لم يجز فالبيع باطل. هذا هو مقتضى الجمع بين المطلق والمقيد. أما الروايتان اللتان ذكرناهما أخيرا الآن وهما روايتا خالد ابن الحجاج ويحيى ابن الحجاج، فالجواب عنهما نفس الجواب الأول الذي ذكرناه في الحديث الأول والحديث الثاني، وهو أن يقال إن المراد من البيع المنهي عنه ها هنا أي بيع؟ هو بيع مال الغير للعاقد كأنه يبيع لنفسه أو يبيع أموال نفسه، فهذا البيع لا يقع للعاقد، لكن هذا لا ينافي وقوعه للمالك إذا أجاز. قال رحمه الله: وأما الروايتان، يا روايتان، رواية خالد ويحيى ابن الحجاج، فدلالتهما، هاتان الروايتان فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين، يا سابقين، النبوي الأول والنبوي الثاني، حملناهما على ماذا؟ على ماذا حملناهما؟ شنو الصح؟ حملناهما على أن المراد هو النهي عن بيع مال الغير كأنه يبيع مال نفسه، فهذا البيع باطل بلحاظ العاقد ولكنه لا ينافي صحته للمالك إذا أجاز. فهاتان الروايتان نحملهما على هذا المعنى، بل دلالة هاتين الروايتين على هذا المعنى أوضح من الرواية الأولى والثانية. فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين أوضح. لماذا أوضح؟ هو يفسر يقول: وليس فيهما، في رواية خالد ويحيى ابن الحجاج، وليس فيهما ما يدل ولو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له، أي للمالك إذا أجاز. في الروايتين الأولى والثانية يوجد عموم أو إطلاق بأن البيع لا يقع حتى للمالك سواء أجازه أو لم يجز، ولهذا حملنا المطلق على المقيد، بينما في روايتي خالد ويحيى ابني الحجاج لا يوجد لدينا عموم يدل على بطلان البيع حتى للمالك إذا أجاز، لا يوجد هكذا عموم حتى نجمع بين المطلق والمقيد. إذن دلالتهما على صحته للمالك مع إجازته أوضح من دلالة الرواية الأولى والثانية. وليس فيهما ما يدل ولو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من الفضول غير المالك، عدم وقوع البيع له أي للمالك إذا أجاز، فلا دلالة فيهما على عدم وقوع البيع للمالك مطلقا حتى نحمل المطلق على المقيد. لماذا لا يوجد هكذا دلالة؟ وذلك لأنه في الرواية الأولى والرواية الثانية توجد لدينا كلمة لا، هسه لا النافية كما في قوله لا بيع إلا فيما يملك في الرواية الثانية،
أو لا الناهية كما في الرواية الأولى لا تبع ما ليس عندك، فهناك يحتمل أنه في مورد النهي أو النفي أنه مطلق وشامل لبيع لوقوع البيع للمالك سواء أجاز أو لم يجز، فلا يقع لا للعاقد ولا للمالك مطلقا. أما في روايتي ابني الحجاج خالد ويحيى فلا يوجد لدينا لا نهي ولا نفي، ولهذا دلالتهما أوضح. أما صحيحة محمد بن مسلم والتوقيع الشريف في مكاتبة الحميري قرأناهما في الدرس السابق، فإن الإمام سلام الله عليه في صحيحة ابن مسلم قال لا تشتريها إلا برضا أهلها، وفي مكاتبة الحميري ماذا قال؟ قال لا يجوز ابتياع الضيعة إلا من أهلها، وهذا أسلوب يدل على الحصر، لا تشتريها إلا من أهلها، لا إلا يدل على الحصر. وهكذا في قوله لا يجوز ابتياع الضيعة إلا من أهلها، هذا أسلوب يدل على الحاصر. فقد يقال الإمام سلام الله عليه يريد أن يحصر صحة البيع بالعقد الصادر من المالك من أهلها، وهذا معنى أن العقد الصادر من غير المالك باطل من أساسه. الجواب المراد من الحصر هنا هو حصر صحة البيع برضا المالك، لكن أي رضا؟ الأعم من كونه مقارنا للعقد أو كونه لاحقا للعقد كما في الإجازة لعقد الفضولي. فالإمام سلام الله عليه يريد أن يقول إن العقد إذا لم يكن مع الرضا فهو باطل، لكن يا رضا إذا كان العقد فاقدا للرضا المقارن والرضا اللاحق، فإذا لم يكن لديه رضا أصلا لا مقارن للعقد ولا بعد العقد فهذا البيع باطل. أما إذا وجد الرضا حين العقد أو وجد الرضا بعد العقد كما هو محل كلامنا فهذه الرواية لا تدل على بطلان البيع في هذه الحالة. إذن الرواية تدل أو هاتان الروايتان تدلان على حصر الصحة بالبيع المرضي به، لكن الرضا أعم من كونه رضا مقارن أو رضا لاحق، والبطلان لا يكون إلا في حالة فقدانهما معا، عدم الرضا المقارن وعدم الرضا اللاحق. قال وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم وهو قوله لا تشتريها إلا برضا أهلها، والحصر في التوقيع إلى الحميري وهو لا يجوز ابتياع الضيعة إلا من أهلها، فإنما هو هذا الحصر في مقابلة عدم رضا أهل الأرض بالنسبة إلى رواية ابن مسلم، وعدم رضا أهل الضيعة بالنسبة إلى المكاتبة رأسا. يعني شنو رأسا؟ يعني لا يوجد لا رضا مقارن ولا رضا لاحق، يعني عدم رضاهم مطلقا على ما يقتضيه السؤال فيهما في هاتين الروايتين. قد تقول لي كيف فهمنا ذلك؟ أقول هو مقتضى السؤال في الروايتين، فإن مقتضى السؤال في الروايتين هو حصول التنازع والاختلاف
بين أصحاب الأرض وبين البائع والمشتري. وحصول النزاع دليل على أن أصحاب الأرض أجازوا المعاملة أو لم يجيزوا المعاملة؟ لم يجيزوا، وإلا لو كانوا قد أجازوا المعاملة لما وقع بينهم نزاع وخلاف، لكانت الأمور تجري بشكل طبيعي. إذن وقوع النزاع والخلاف دليل على عدم وجود الرضا اللاحق، عدم وجود الإجازة، والمعاملة من الفضول، فلا رضا سابق، يعني لا رضا سابق ولا رضا لاحق، فتقع باطلة. وتوضيحه أن النهي في مثل المقام في قوله لا تشتريها إلا من أهلها، وإن كان يقتضي الفساد كما قلنا في الدرس السابق، لأن النهي إذا تعلق بالمعاملة فهو إرشاد إلى فسادها وبطلانها، إلا أنه بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليه، يعني على هذه المعاملة الصادرة من الفضول، وهذا معنى عدم ترتب الأثر بلحاظ من؟ عدم ترتب الأثر بالنسبة للعاقد الفضولي، وهذا لا ينافي ترتب الأثر بالنسبة للمالك إذا أجاز. ومن المعلوم أن عقد الفضولي لا يترتب عليه بنفسه، يعني مع قطع النظر عن إجازة المالك، لا يترتب عليه الملك المقصود منه، وهو حصول النقل والانتقال بالنسبة للعاقد الفضولي. هذا أمر متفق عليه، أن عقد الفضولي بما هو من دون إجازة المالك لا يقع. المن لا يقع؟ للفضولي جزما، لم يقل أحد أنه يقع للفضولي، وإنما قالوا يقع للمالك إذا أجاز. ولذا يعني لأن عقد الفضولي لا يترتب عليه الأثر بالنسبة إلى الفضولي، ولذا يطلق عليه، يعني على عقد الفضولي يطلق عليه الباطل، يعني كونه باطلا. حينما يقولون عقد الفضولي باطل فمرادهم عدم وقوعه للفضولي في نفسه مع قطع النظر عن إجازة المالك، ولا يقع للفضولي جزما. ولذا عد المحقق والعلامة الحليان في الشرائع والقواعد من شروط المتعاقدين، أعني شروط صحة البيع، شروط الصحة، عدو كون العاقد مالكا أو قائما مقامه، وهذا معنى أنه إذا لم يكن مالكا ولا قائما مقام المالك فهو لا يقع له، لكن هذا لا ينافي وقوعه للمالك إذا أجاز. إذن هذا في الحقيقة كله هو تركيز للجواب الأول، وهو أن هذا البيع لا يقع للعاقد وإنما يقع للمالك مع الإجازة. وإن أبيت ولم تسلم بالجواب الأول، وإن أبيت إلا عن ظهور الروايتين، يعني صحيحة محمد بن مسلم والتوقيع، إلا عن ظهور الروايتين في لغوية عقد الفضولي رأسا، وإن أبيت إلا عن ظهورهما في ذلك، يعني قلت الروايتان ظاهرتان في الاحتمال الأول وهو كون عقد الفضولي لغوا من أساسه ولا تنفعه الإجازة، فهذه الدلالة إطلاقية أو عمومية، فنقيدها بالروايات الدالة على الصحة إذا أجاز المالك، اللي هو الجواب الثاني، وجب تخصيصهما بما تقدم من أدلة الصحة. أما رواية محمد ابن القاسم ابن الفضل أو الفضيل اللي قرأناها أيضا في الدرس السابق، اللي أنه اشترى أرضا من مرأة من بني العباس، فقلنا أشرنا إلى هذا الجواب أن الإمام نهاه عن ماذا؟ نهاه عن إعطاء الثمن لهذه المرأة، فلا يوجد فيها دلالة على بطلان بيع الفضولي، وإنما فيه نهي عن تسليم الثمن إلى البائع الفضولي، وهذا أمر مسلم، القبض والإقباض حرام في بيع الفضولي ولو كان صحيحا.
وأما رواية القاسم ابن الفضل فلا دلالة فيها إلا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي، لأنه باع ما لا يملك، وهذا يعني عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي حق حتى عند القائلين بصحة بيع الفضولي، لأنه لا يجوز التصرف في مال الغير، والذي قالوا بجوازه هو مجرد إنشاء المعاملة لا القبض والإقباض، حق لا ينافي صحة الفضولي، فلا تدل على عدم جواز دفع الثمن إلى المالك عند إجازته. لا يجوز دفع الثمن إلى الفضولي، لكنه يمكن أن يدفع الثمن إلى المالك إذا أجاز المعاملة. والحمد لله رب العالمين.